بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدينج شانل في كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية، ومع محاضرة اليوم وعنوانها التولد لاين، خط الحزام الحاجز، وله شكلان مختلفان حسبما كان صعوديا أو نزوليا. الأول خط الحزام الحاجز الهابط بريش بيلت هولد لاين، الثاني خط الحزام الحاجز الصاعد بوليش بيلت هولد لاين. على وجه العموم، أول ما يجب معرفته عن نموذج بيلت هولد لاين أنه يتشكل من شمعة واحدة فقط منفردة، سواء في عكس الاتجاه من صاعد إلى هابط أو في عكسه من هابط إلى صاعد، في كلا الحالتين يتشكل النموذج من شمعة واحدة. سوف نتعرف مع بعض على خصائص هذه الشمعة. خصائص هذه الشمعة نعرفها من خلال المعايير التي تشكل النموذج. رقم واحد، أن يكون السعر في مسار عام واضح صاعد أو هابط حتى ولو كان هذا الاتجاه قصير. أهم حاجة نتفادى الأماكن العرضية. رقم 2، يتشكل النموذج من شمعة واحدة منفردة كما قلنا. رقم 3، يجب أن تكون لون شمعة النموذج تخالف لون شمعة الاتجاه السابق. رقم 4، يعتبر الشرط الأساسي لتكون النموذج هو أن تكون هذه الشمعة طويلة وبدون ظلال أو بظلال متناهية في الصغر. رقم 5، تفتح شمعة هذا النموذج عند آخر مستوى أو مع بداية مستوى جديد بعده. ما معنى هذا الكلام؟ تخيل معي اتجاه نازل وعندي شمعة بائعين في هذه المنطقة. الشمعة الجديدة شمعة حزام الفوز الشرائي، لاحظ من أين فتحت؟ فتحت من مكان بعيد جدا من إغلاق الشمعة السابقة، ولكن ده شرط مثالي جدا. أما الشرط الثاني اللي يخلي النموذج صحيح أنها تفتح عند آخر مستوى، يعني على فرض أن الشمعة البيعية أغلقت عند هذا المستوى وفتحت شمعة حزام الفوز الشرائية عند نفس المستوى، ولكن تغلق في أعلى بس بدون ظلال، ومش مهم تغلق بعد الشمعة التي قبلها في منتصفها، مش مهم مكان الإغلاق. اللي يهمني أن هذه الشمعة الخضراء الثيرانية الشرائية تكون بدون ظلال أو بظلال متناهية في الصغر. وإذا فتحت الشمعة الخضراء من مكان أسفل الشمعة التي قبلها، فهذا يعتبر معيار من المعايير المثالية للنموذج. ونؤكد مرة أخرى أنه لا يهم مستوى إغلاق شمعة النموذج بالمقارنة بالشمعة التي قبلها، المهم هو عدم وجود ظلال في شمعة النموذج. يعني مش مهم تغلق عند 40% أو 50%، مش مهم، المهم أن هذه الشمعة تكون طويلة وبدون ظلال أو بظلال متناهية في الصغر تكاد لا ترى. رقم 6، من شروط تكون هذا النموذج أنه قد تتواجد شمعة النموذج في نماذج مركبة مثل النموذج الابتلاعي أو الهرامي أو النجوم إلى آخره. كيف يكون ذلك؟ تخيل معي اتجاه هابط، ثم كانت عندي شمعة عادية بيعية حمراء بظلال أو ما إلى ذلك، لكن شمعة بوليش بيلت هولد لاين شكلت حزام الفوز في سياقها العام، افتتحت وأغلقت بدون ظلال. إذن كده حققت الشرطان، الأول شرط النموذج الابتلاعي انجالفينج باترن، الثاني شرط حزام الفوز بوليش بيلت هولد لاين، والتي تعطي دلالة على الانعكاس للسعر من هابط إلى صاعد. رقم 7، تأكيد هذا النموذج يكون بالشمعة التي تغلق بعد النموذج سواء بيعا أو شراء. يعني مثلا في هذه الحالة، حالة البيع، احنا محتاجين الشمعة التي بعد شمعة حزام الفوز الثيراني، نشوفها تغلق فوق الحد العلوي لهذه الشمعة
سواء فوق الظل القصير هذا أو فوق الجسم النهائي للشمعة. وبمجرد إغلاقها فوق شمعة بوليش بيلت هولد لاين كده أنا عندي بوادر لعكس الاتجاه، من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد، والعكس صحيح في حالة حزام الفوز الدببي بوليش بيلت هولد لاين. والآن مع أمثلة على نموذج بيلت هولد لاين، ونبدأ بحزام الفوز الثيراني خط الحزام الحاجز الشرائي بوليش بيلت هولد لاين. المثال الأول عندي نموذج بوليش بيلت هولد لاين، جاء في نهاية اتجاه هابط، يتكون من شمعة واحدة. أهم ما يميزها أنها طويلة، وأيضا ظلالها عند الافتتاح وعند الإغلاق متناهية في الصغر ولا تكاد ترى، ولونها مخالف لألوان الشموع السابقة. ولو ركزنا شوية في الشكل البيضاوي اللي عندي على الشرط، هلاقي عندي نموذج ابتلاعي في هذه المنطقة. شمعة حزام الفوز الثيراني افتتحت أسفل من جسم الشمعة السابقة لها وأغلقت أعلى من جسمها. هذا هو الشكل الخاص بالنموذج. ولو لاحظت أنه ممكن يتشكل هذا النموذج مع نماذج مركبة، أغلبها بيكون الهرامي والابتلاعي، وغالبا ما يتشكل بكثرة مع هذه النماذج. بعد تشكل هذا النموذج عندي اختياران في التداول. الأول إن أنا أعتمد على شمعة حزام الفوز الثيراني بوليش بيلت هولد لاين فقط، وانتظر إغلاق الشمعة الموالية فوق هذه الشمعة سواء فوق الجسم أو فوق الظل، ثم أدخل صفقة شراء من بعدها. والتاني إن أنا أبصله في سياق النموذج الابتلاعي، والأفضل هو إن احنا ننظر إليه في سياق النموذج الابتلاعي، وخاصة أنه مركب مع نموذج آخر. يعني في هذه الحالة أنتظر إغلاق فوق أعلى الظل العلوي للشمعة الحمراء الموجودة قبل النموذج. المثال الثاني عندي على الشرط على نموذج حزام الفوز الدببي البيعي بيريش بيلت هولد لاين. في الشكل الذي أمامي عندي اتجاه عام واضح أنه صاعد، جاء في نهايته نموذج بيلت هولد حزام الفوز الدببي. لاحظ الشمعة الحمراء الطويلة التي فتحت من مستويات جديدة أعلى من مستويات الشمعة السابقة لها، وهي بلا ظلال علوية أو سفلية، ولا يهم مكان إغلاقها، المهم مكان الافتتاح. أي أنها شمعة بيعية حمراء طويلة بلا ظلال فتحت في مستوى أعلى من إغلاق الشمعة التي سبقتها. ده نموذج بيريش هولد مكتمل الشروط، وكمان لونها مخالف للاتجاه السابق كله. إذن كل الشروط محققة معي. في هذه الحالة في إمكاني أن أنا أنظر إلى أي إغلاق أسفل من شمعة حزام الفوز الدببي، على أنه إشارة لانعكاس الأسعار، زي الإغلاق اللي في الشمعة اللي مكتوب عليها شمعة التأكيد، إغلاقها جاء في الأسفل. لاحظ أنه بعد الإغلاق تم إعادة اختبار نفس المستويات الخاصة. خلي بالك، تم إعادة اختبار نفس المستويات الخاصة بشمعة حزام الفوز، ثم بعد ذلك واصل السعر الهبوط إلى أسفل مباشرة. ولكن أحب أنبه على نقطة مهمة جدا، وهي في حالة تواجد نموذج بيلت هولد لاين بمفرده وليس مركبا مع نماذج أخرى، في هذه الحالة ننظر إلى الشمعة التي تأتي بعده تغلق في مستوى أسفل من شمعة النموذج في حالة إذا كان دببي بيعي، أو تغلق في مستوى أعلى منه في حالة إذا كانت شمعة النموذج سيرانية شرائية. وعلى وجه العموم لما تيجي مع نماذج مركبة، يفضل إن أنا أتداول في سياق النماذج المركبة لأنه يكون أقوى وأكثر فاعلية. هذا النموذج يتكرر بكثرة على الشرط مع الهرامي أو مع النجوم. أحيانا تكون النجمة شمعتها الأخيرة عبارة عن شمعة حزام الفوز سواء بيعية أو شرائية، لأنها تكون بدون ظلال، مع ملاحظة أن النماذج دي بتديني احتمالية كبيرة للإنعكاس، ولما يكون عندي احتمالية الإنعكاس أستفيد منه في أني لا أتداول مع الاتجاه السابق وانتظر حدوث هذا الإنعكاس
وبعد أن أتأكد من حدوثه أبتدي أتداول وأدخل صفقات سواء بالبيع أو بالشراء. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة. لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلم الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. في الختام أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.